ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا انا جبت لكم الشقه طبعا قبل ما نعدل فيها وكنا بنظبط فيها. طبعا زي ما انتم شفتوها كانت متبهدله، دلوقتي بعد ما خلصنا زي ما انتم شايفين كده. ده شباك كان عادي خالص، قلبناه قلمتين زي ما انتم شايفين كده. الحيطان زي ما انتم شايفينها، عملنا منظر طبيعي. عملنا جنب زي ما انتم شايفينه كده، ده قطيفة الشكل اللي انتم شايفينه ده. ده فانيليا لاتيه، طبعا احنا اخترناه واخترنا عليه البرواز على اساس ان هو واخد من نفس الالوان. ده كده حيطة واحدة، وباقي يعني الحيطة اللي جنبها طبعا بتبقى عادية، يعني بتبقى حيطة مدهونة عادي خالص. وبعد كده زي ما انتم شايفين عملنا حيطة بالشكل ده قطيفة، وحطينا عليها البرواز دوت كده زي ما انتم شايفينه، او منظر طبيعي. هقرب برضو اوريه لكم، قولوا لي ايه رأيكم فيه. وادي زي ما انتم شايفين هنا كانت المكتبة، زي ما احنا قلنا لكم في الاول كانت المكتبة كده، قلبناها طبعا حيطة بالجبسن بورد بالشكل ده. وطبعا دي زي ما انتم شايفين دي كانت اوضة السفرة. دي كلها عملتها طبعا ما فيهاش مناظر ولا حاجة، طبعا لسه ما فنشتش ولا كهرباء ولا نيشة راس ولا اي حاجة. مكاتب زي ما انتم شايفينها كده، الكهرباء زي ما انتم شايفين برضو لسه ما اتفنشتش. دي الحيطة اللي كانت فيها الشرخ اللي هي ورا التلاجة، دي ظبطناها وحطيت فيها ما بين النيش كده، حطيت الديب وحطيت التلاجة. طبعا لسه برضو كل ده في الاول، لسه برضو هجيب لكم بعد ما اروق النيش وكل حاجه تترص مكانها، هجيب لكم برضو الفينش الاخير. بس انا بوريكم كده الباب زي ما انتم شايفينه كده، برضو دهناه الحيطه اهي. هنخش بقى على الاوضه اللي بعد كده. زي ما انتم شايفين كده دي الاوضه الثانيه، دي عملت فيها بانر تاني برضو زي ما انتم شايفين، برضو الوان واخده من الوان الحيطه، برضو الفانيليا لاتيه. والحيطه ديت عملتها قطيفه زي ما انتم شايفينها كده، كهرباء برضو زي ما قلت لكم لسه ما اتفنشتش. هنا جبت سرر في النص كده زي ما انتم شايفينها، برضو دهناها بنفس الحيطان اللي هي القطيفه يعتبر، او نفس الفانيليا لاتيه طبعا. وبره برضو يعني برضو الاوضتين عملت فيهم نفس النظام، نفس الصوره ديت. انا نفسي بقى تقولي ايه رايي في ذوقنا وفي الالوان، ايه رايكم فيها؟ طبعا دي برضو الحيطه اللي احنا بنيناها مكان الارج او المكتبه بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. ادي الحيطه اهيت، باقي الاوضه هوريها لكم برضو. طبعا زي ما انتم شايفين كده دي بقى الاوضه، ودي هنا التلفزيون طبعا علقناه كده الشاشه والتكييف. ده المكان اللي هو زي ما قلت لكم ان هو كان مفتوح شباك واحنا قفلناه حيطه اهو بالشكل ده. ايوه اهو انتوا شفتوه، اكيد شفتوا الفيديو الاولاني اللي فيه اشرف هو بيعمل حيطه، هو عمامتي الكهربائي. طبعا عمامتي لسه هيجي يكمل برضو. وده باب الشقه، وبرضو هوريكم بره برضو دهنوا ازاي قدام باب الشقه والسلم. النور ب 10 شكل، ودي زي ما انتم شايفين دلوقتي بقى كده هوريكم السلم عملناه ازاي. هو بس يعني في حاجات برضو ما كملتش لسه، حاجات بسيطة يعني، بس يعتبر كده احنا يعني شطبنا اكتريته.
هنوريكم بقى دلوقتي احنا خلصنا طبعا الانوار. عم مجدي جه خلص الانوار، هوريكم بقى الشقه بالانوار بتاعتها. وزي ما انتم شايفين بقى كده دلوقتي هوريكم الاوضه بعد ما خلصت بالانوار. طبعا زي ما انتم شايفين كده ده يعني احنا عاملينها طبعا الانوار عاملينها على مرتين او على مستويين. زي ما انتم شايفين كده اهو، وده لمبه تانيه اهو بتطفي جزء، وهنا دي اللي في النص. نوريكم بقى الصالة، وادي الصالة زي ما انتم شايفين برضو كده، برضو عاملين مستويين الأنوار بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو كده. نولع ده، وفي برضو ده هو دوت. المروحة طبعا عاملينها في النص، نفس النظام هيبقى في الأوضة التانية برضو. هوريكم بقى النيش بعد ما خلص خالص. زي ما انتم شايفين كده برضو الانوار، وزي ما انتم شايفين كده طبعا النيش كمان خلص بالانوار. وهفتح لكم كمان الضلفه الثانيه دلوقتي اوريها لكم. ودي النيش اهو بعد ما خلصنا طبعا مسحتكم الفيديو بتاعه لاي عروسه عاوزه ان هي تظبط النيش بتاعها من غير ما تجيب اي حد يبص لها. سهلة قوي ان هي تقص نفسها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. والطرفة التانية برضه هوريها لكم لاني انا ما قدرتش ان انا اوريها لكم. زي ما انتم شايفين دي بقى الضلفة الصغيرة، انا ما كنتش قادرة بصراحة، كنت تعبت جدا لما رصيت النيش، فدي عملتها تاني يوم ما قدرتش ان انا اصورها لكم. فزي ما انتم شايفينها كده، وزي ما انا قلت لكم كده خلاص احنا كده خلصنا. ادي النيش كله رصيناه، طقم صيني كامل زي ما انتم شايفين، بطقم الشربات بالكاسات بالكوبايات، يعتبر طقم كامل لاي عروسه بتجهز. وادي توضيب الشقه سهل جدا. وريتكم طبعا النظام اللي احنا عاملينه والانوار. قولوا لي بقى ايه رايكم في التعليقات، ايه رايكم في التجديد اللي انا عملته. يا رب بقى اللي ما اشتركش في القناه عندي يشترك وفعل الجرس وكلمه الكل عشان يوصل لكل جديد. ما تنسونيش بقى في اللايكات. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. قولوا ايه رايكم في التعليقات، ويا ريت تشيروا الفيديو عشان الكل يستفاد من سواء الفيديو ده او اللي هو بتاع راس النيش. اتمنى منكم اللايكات والاشتراكات، و يعني هنتظر بقى منكم ايه، ان انتوا تكتبوا لي كده تعليقات وتقولوا لي ايه رايكم. ونقول لكم باي باي، وانتظروني بقى في وصفات وحاجات سهله كتير ان شاء الله هنزلها لكم، وروتينات ثانيه. نقول لكم باي باي.